بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حول 1981 فول إثنان، حيث سوف نتعرف من جديد على يعني صناعة شيء مفيد في المنزل يفيدنا في حياتنا الخاصة. وهذه المرة سوف أقترح عليكم إنشاء وصناعة هوائي، ملتقط هوائي لقنوات اتش دي تي في على الأجهزة الحديثة، أجهزة التلفاز الحديثة. طبعا عادة مثل يعني ملتقط الهوائي هذا يباع، يعني هناك أصناف عديدة يباع عبر الإنترنت. أنا شاهدته يعني تقريبا 100 أورو، 80 أورو، يعني ثمنه نوعا ما كبير. بالتالي يمكنك صناعة واحد في المنزل بطريقة سهلة للغاية، فقط بتوظيف يعني إناء بهذا الشكل كما تشاهدون، إناء حديدي. ثم يعني سوف نحتاج أيضا إلى مسمار، وفي الأخير سوف نحتاج إلى الكيبل الذي عادة نقوم بربطه يعني بملتقط الهواء العادي الذي نقوم بوضعه في أعلى المنزل. طبعا في الحال لدي يعني فتحة بهذا الشكل، وأيضا داخله يوجد يعني سلك معدني كما تشاهدون، وهنا توجد بعض الأسلاك الصغيرة لن نحتاج إليها. طيب، الخطوة الأولى التي سوف تقوم بها يعني هو إنشاء ثقبة داخل يعني الإناء مناسبة. بطبيعة الحال إنشاء ثقبة بالمسمار بهذه الطريقة. ثم سوف تحتاج إلى أن تأخذ يعني السلك المعدني كما تشاهدون، ثم تقوم بربطه بالمسمار بهذه الطريقة. يجب أن يحدث تماس كبير جدا، وإلا فالعملية لن تنجح. أن يحدث تماس بين السلك المعدني والمسمار، يحبذ إنشاء يعني أو قطع سلك كبير جدا من هنا تقريبا، ولفه بإحكام. ثم بعد ذلك سوف نقوم بإدخال المسمار داخل الإناء كما تشاهدون. بعد إدخاله داخل الإناء أحرص أن تقوم بوضع لاصق أو شيء من هذا القبيل. طبعا الغرض هو أن يحدث تماس بين المسمار والإناء وأيضا السلك. ثم هنا يمكنك استعمال مثلا لاصق لتثبيت يعني الكيبل بهذه الطريقة أحبابي في الله، لاصق كبير جدا يعني لفه بإحكام. وسوف نمر للتجربة حتى تشاهدون بأن العملية تشتغل أحبابي في الله. سوف أذهب إلى الصالون ثم أقوم بالتجربة. كما تشاهدون أحبابي في الله، فتمت العملية بنجاح. فالذي قمنا بصناعته فهو نفسه الذي قمت بربطه بالتلفاز كما تشاهدون. وحتى نتأكد يعني حتى لا يقول شخص يعني بأنه قمت بتركيب كيبل آخر، فكما تشاهدون فهو نفسه، لاحظوا معي فهو نفسه يعني الكيبل من هنا كما تشاهدون حتى التلفاز. لاحظوا معي لو قمت بإزالة الكيبل، لاحظوا معي فهو نفسه أحبابي في الله، فاختفت الإشارة. ولو قمت بربطه مرة أخرى كما تشاهدون فسوف تعود يعني الإشارة على ما هي عليه. الآن سوف أقوم بربطه كما تشاهدون فهو نفسه، فالإشارة عادت كما كانت عليه. أتمنى أن الدرس قد أفادكم. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا ديال الفيديو الفيديو.5.com، والانضمام لصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.